صباح العربية مشاهدينا متواجدة اليوم لتنقل لكم أجواء هذا الحفل المميز. كما ترون الآن بدأت بوابات الدخول باستقبال الجمهور من محبي الفنانة أحلام في مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي. أنا جاي من أبوظبي وياي نعم خصيصاً الفنانتنا فنانة العرب أحلام، وهذا أقل شيء نقدر ندعمها من بلادنا. أنا من الشرقية وجاية اليوم مخصوص عشان أحضر حفلة أحلام أنا وبنتي، كنت أستناها بفارغ الصبر من زمان والحمد لله ربي حققها لي. أنا جاي من الخبر، سعيد اليوم بتواجد في مسرح أبو بكر سالم لحضور حفلة فنانة العرب أحلام، وإن شاء الله راح نستمتع فيها، وأحلام دائما أغانيها جدا جدا جميلة. صراحة أنا مرة متحمسة على حفلة أحلام بالذات، كنت أنتظرها من أول، فأكيد إن شاء الله راح تكون حفلة فوق الخيال. يشهد الآن الحفل تفاعلا كبيرا من الحضور الكثيف مع الفقرات الغنائية ليلى، فعلا مأسية نشهدها الآن في هذه اللحظة. ليلى فوق الخيال. إحنا دائما يكون عندنا فكرة، إحنا اليوم سوينا الليلة المأسية، الناس يفتكرون إن أنا سويت الليلة المأسية عشان أقول أحلام المطربة المأسية، أنا سويت الليلة المأسية عشان أقول إن الرياض هي ماسة الوطن العربي. حفل اليوم الحمد لله ممتاز وترتيب رائع، وأحلام اليوم أبدعتنا بالأجواء الباردة هذه. إحنا لما نسمع ملكة أحلام وعندها حفلة أعتقد مثل ما شفتوا جماهيرية رائعة لها، كاريزما الملكة أحلام مختلفة تماما، فنانة العرب فعلا. يعني أنا ضاعت علي رحلة وحجزت على الرحلة اللي بعدها واستنيت في المطار، والأجواء باردة بس بندفى بصوت أم فاهد. طبعا انطباعي عن الحفلة أنا مش عارفة أقول لك إيه، ولا غلطة، من ديكورات من فايبس، التفاعل الناس، أنا حاسة إن أنا برا المجرة في حتة تانية. أشكر فهد على موقفها الجميل، وأشكر من كل من دعمني وصلني لفهد لهذه الحفلة الجميلة وليلة جميلة، وفهد وفت في كلامها وعدتني وهذاني أنا غنيت معها وانت تشوفون. الشعور ما ينصف، يعني الفنانة أحلام الملكة متواجدة، يكفي هالحضور اللي نشوفه وراء الآن، شيء جدا جدا يشكرون عليه الجمهور. الفنانة أحلام تستاهل هذا الحضور صراحة، حتى لو أنه برد. شوفي أنا وش لابس، واحدة يمين واحدة يسار، مستحملين البرد، الله يعطيها العافية والله. ليلى ماسية مميزة بحسنها وطربها، استمتع فيها جمهور فنانة العرب أحلام. العنود العبدلي لصباح العربية الرياض.